طيب احنا كلامنا اكيد متواصل لسه عن الاهلي طبعا في الدوري، سواء مباراه الجونه او سيراميكا او التحديات كمان اللي بتواجه الاهلي في الفتره اللي جايه محليا وقاريا. ضيفنا العزيز جدا منورنا كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق. بونجور يا فندم. صباح الخير يا صباح الهنا. صباح الخير على الساده المشاهدين وعلى حضرتك. احنا كنا بنتكلم في الفاصل قبل الهوا وبنقول ندردش عن الاهلي والجونه والمؤجلات وماتشات المؤجلات، لازم حاجه بتقع وده طبيعي الى حد ما. بس كمان اتكلمنا عن ان الاهلي الحمد لله صعد من المركز الخامس للمركز الثالث عالميا. فخلينا نبدا من هنا كابتن صديق. انجاز طبعا ما بعده انجاز يعني، وحاجه مشرفه جدا للمنظومه كلها، مجلس اداره النادي الاهلي، لجماهير النادي الاهلي رقم واحد، للجهاز الفني، لكل اللاعبين، وحاجه نفتخر بيها طبعا ان الاهلي يتحط في المكانه دي ومتفوق على انديه كتير قوي، منهم مثلا ليفربول، في ناس اقدم من الاهلي يعني سنه 1892 ليفربول، وفي ناس اقدم بكتير. بس طبعا دي الانجاز ده ما اتحققش الا بالحظ، البطولات وتقدم النادي الاهلي طبعا في كل المنافسات وكل الاستحقاقات اللي بيخش تاريخ فيها. تاريخ طويل واسماء كبيره شاركت وقدمت كتير للنادي الاهلي وجماهير في ظهرك، يعني امور عديده. جمهور رقم واحد، بس التاريخ ده ما بيجيش من فراغ. طبعا في مجهود اتبذل من كل الاجيال النادي الاهلي، من كل المنظومه، مجلس الاداره طبعا على راس المنظومه، لان هو اللي بيهيئ المناخ وبيدي الوضع للمدرب واللاعبين والاستقرار الاداري قبل الاستقرار الفني. صحيح. الاستقرار الاداري هو اللي بيولد النجاح، ان ما يكونش في ضغوطات على المدرب على اللعيبه، الناس شغاله، المنظومه كلها بسم الله ما شاء الله، حاجه تتحسب يعني للمجلس والمنظومه كلها يعني. صحيح.